أهلاً بكم في هذا المدخل إلى منصة التعلم الإلكتروني في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا. لاستخدام منصة التعلم الإلكتروني يرجى الدخول على نظام القبول والتسجيل من خلال اسم المستخدم وكلمة السر username and password الخاصة بنظام التسجيل. ثم على الصفحة الرئيسية هنا نجد الأيقونة الصفراء في الزاوية العلوية والتي تحمل حرف E. نضغط عليها. في بعض الحالات يتوقف متصفح الإنترنت سواء كان فايرفوكس أو كروم أو غيرهما عن النقل ويطلب الإذن بفتح صفحة إضافية Pop-up window. لذلك نحتاج لمنحه الصلاحية عند الانتقال للمرة الأولى من خلال الضغط على الإشارة البارزة هنا ثم اختيار Always Show Pop-ups. لن تحتاج لعمل هذه الصلاحية من جديد. وهكذا ينتقل النظام إلى الصفحة الرئيسية للتعلم الإلكتروني e-learning دون الحاجة لإدخال اسم مستخدم أو كلمة سر أخرى. ويمكننا الدخول على المواد والتفاعل مع محتوياتها كما نريد. في حال وجود أي استفسار أو رغبة بالحصول على نسخة سابقة من أي مادة، يرجى التواصل مع المركز عبر البريد الإلكتروني e-learning@psut.edu.jo. شكراً لكم.